أنا كنت موظفة في مجال المحاسبة. طبعا بدايتي في كيونت لما بدأت عام 2017 كانت انطلاقة قوية لي، بدأتها بعد ما عرفتني زميلتي على هذا المجال، وضحت لي العمل بشكل مبسط. أنا مباشرة شفتها بالنسبة لي فرصة. بعد ما بدأت أمارس البزنس وتطبيق السيستم وأحضر المؤتمرات العالمية، كان الدعم الأساسي لي في تغيير طريقة تفكيري، في زيادة إيماني، معرفتي على الخدمة شو يعني الانسيرفس. كذلك تعرفت على رؤية الفاوندرز من خلال هذا المجال اللي أنا الحين باشرت به وقاعدة أخطي هذه الخطوة مع رؤية الفاوندرز. فمباشرة استقلت من وظيفتي وأصبح هذا العمل هو عملي الأساسي ودخلي الأساسي. وفي أزمة كورونا اللي حصل، طبعا أنا كنت ممتنة كثير أنا وجودي في هذا المجال، لأن أصبحت أدير عملي وأنا من البيت، مرونة الوقت، مرونة المكان، وأيضا الإرث الطيب اللي ما شفتها في أي صناعة وفي أي بزنس إلا عندنا في كيونت. تعلمت من أبلايني كثير من الحاجات اللي ساعدتني أني أنا أتطور في عملي وكذلك في مع فريقي وأيضا مع نفسي أنا شخصيا. طبعا الحاجة الجميلة أيضا الولاء، الولاء كيف أني أنا أكون عندي الولاء العالي مع مؤسسيني، مع أبلايني، مع أيضا شركائي خلال رحلتي في هذا المجال. كذلك الخدمة الانسيرفيس، كيف أني أنا أكون يعني أقدر أخدم شركائي، أساعدهم في كل حاجة يحتاجونها في نفس الوقت، الخدمة بشكل عام في مؤسستي. بدأت أول حاجة أني أنا بدأت raise myself، أول حاجة بدأت أساعد نفسي أني أنا أرتقي. بعدها بدأت، كان هذه أفضل وأجمل لحظة حصلت معي، لما بدأت أساعد شركائي في الارتقاء من حيث النتائج ومن حيث التقدم. فكان هو كيف أنهم حققوا نتائج وعمولات من خلال عملهم معي في هذا المجال. فكان هو هذا بالنسبة لي الارتقاء بنفس المساعدة الآخرين، كيف أني بدأت أساعد شركائي أيضا يحققون نتائجهم ويحصل في نفس الوقت استنساخ أو الدوبليكيشن لكل شخص يكون محافظ على الحاجة اللي يبغى يوصلها to achieve the dream. في هذا المجال واللي قاعدة أطبقه وراح أطبقه ويطبقونه شركائي، اللي هو أن البرزنتيشن ما يتوقف سواء كان مني أو سواء كان من شركائي، لأن هذا هو الأساس نجاح أي شخص. فالحاجة هذا كيف أنه يكون عندنا برزنتيشنز، نتكلم مع أكبر قدر من الناس، لأن نحن هنا قاعدين نساعد الأشخاص أنهم يستفيدوا من هذه الفرصة. طبعاً الحاجة بعد البرزنتيشن كيف إنه يحصل دوبليكيشن، يعني يبدأ الدوبليكيشن يحصل من خلالي ومن خلال فريقي في مجال عملي. طبعاً هو الأساس اللي هو البرزنتيشن برزنتيشن برزنتيشن، بعدها يحصل الدوبليكيشن بمفهوم raise rise repeat.